اول حاجه من اسباب البعد بين الاباء والابناء اسلوب تربيه حضرتك للولد. يعني زي ما بقول دايما، كل من انت اقل لك من ابنك، كل ما هو اسلوبك التربوي اتوقع من سيكون ابنك. يعني تخيل انه حضرتك مثلا بتضرب الولد وبتعنفه وفي قسوه وفي نقد وتوبيخ وتجريح ولوم وما شابه، يعني تفتكر هل ده هيقرب بينك وبين ابنك؟ هيقرب بينك وبين ابنك او بنتك؟ للاسف هيباعد بين القلوب، وبالتالي هيباعد بين الاجساد مع الوقت. يعني طيب تخيل انه لما بيكون الولد حاسس انه مقهور وانه في سيطره زايده عليه وانه في تحكم فيه، وإن لازم ينفرد بعيدا ليكسب حريته، لازم يبقى واخد ساتر كده منك يعني. فطبيعي جدا جدا انه لو في عنف او لو في قسوه ماديه او معنويه او في تحكم زايد وسيطره في الاولاد لازم يبعد عنك يعني. طب الابن اللي حاسس باهمال من الاب، سواء اهمال يعني في التواصل معاه او اهمال لافكاره او لمشاعره او لرغباته او لهواياته او لمشكلات عنده محتاجه تتعالج يعني، طبعا لابد انه يبعد يعني. طب الاب اللي هو برضه ربنا يعين الجميع بس طول الوقت مشغول اغلب اليوم وما بيشوفش الابن الا يوم الاجازه، ده لو شافه، لو ما خرجش عند اهله مثلا والده والدته، لو ما خرجش لاصحابه او ما شابه يعني. وبالتالي للاسف ما عادش الاباء بيتقابلوا مع الابناء الا بعد فترات يعني، وده بقى يعني للاسف من النوايا، وطبعا ده منتهى الخطا، لان ده بيسبب مشاكل نفسيه وسلوكيه للاولاد كثيره جدا، ومحدش بياخد باله طبعا من مشكلات الاولاد في البدايه، لان التدخل المبكر 51% من العلاج يعني، ومعظم النار من مستصغر الشرري. فبتبقى حاجه بسيطه لو تم التدخل واكتشافها ابتداء، وبعدين التدخل العلاجي ليها خلاص هتنتهي المشكله. لكن للاسف البعد بتاع الاباء عن الابناء، سواء الام بتشتغل او الاب بيشتغل ومش فاضيين تماما، بقول دايما ربنا يعين الجميع، لكن لابد ان يكون في ولو نص ساعه يوميه يعني، يعني كل يوم لازم نبقى عارفين الاولاد وعارفين كل حاجه عنهم يعني. طبعا اللي بيسبب البعد برضو البعد الجسدي، زي سفر الاب مثلا بعيد عن الابن مثلا بالسنين يعني، يعني ربنا يعين الجميع برضو، بس تسافر ايه 4 سنين مثلا، لكن في ناس بتقعد بال 12 وال 15 وال 20 سنه لدرجه ان الولد يكبر، وبعدين الاب يجي مثلا هو سنه 16 17 سنه مثلا، هو ما يعرفكش، ده واحد تاني غير اللي انت سبته وهو طفل، فانت بتعامله على اساس انه طفل، وكانك عايز تستعيد ايه السنين واتحرمته من طفولته وهو لسه غض طري وهو لسه بيسمع كلامك وهو لسه مرن، لكن ده بقى حد تاني خالص بقى عندك، وبقى مش متعود عليك يعني، اصبح في فجوه للاسف عاطفيه، اصبح في فجوه فكريه، اصبح في فجوه بين الجيلين يعني بهذا الشكل يعني.